شدد محافظ صلاح الدين على متابعة المشاريع المنفذة من قبل الجهات الإدارية والهندسية بشكل مباشر ورفض أي عمل لا يتطابق مع المواصفات الفنية للمشروع. الشغل الزين مبين، الشغل مو زين مبين، هذا الشغل مو زين. انت ليش ما تتفقون؟ ليش ما تتفقون؟ حتى الاداره وين الاداره؟ تسحبوا العمل؟ شنو هذا؟ انا بنص المدينه شارع ممنوع، فلوس موجوده، كل شيء ماكو مشكله، تروح هسه انت الجزر الوسطيه هناك عباره مسويه ترسيك بالتراب. شنو هذا الشغل هذا؟ ما قبل انا هذا الشغل، احنا ما نقبل هذا الشغل. هذا ولا اقبل بي ولا اقبل بالمهندسين العالية. ابونا العمل نفذونه على حساب المقاول، هسه شكل لجنه وينشغل بشكل صحيح، اما غير هذا ما اقبل نهائيا.